خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. خداية على القرآن دا سورة إسراء دا دا آیتا 45 حتا 48 و آیتا پای ویرا و ها امر فرمان در که بحثا دعوا قرآن و دعوا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم گوش مشرک مکه را گوتیا وان چی کل قرشی و توری وان چی بویا. خدای تعالی به آیت دید بو اذا قرأت القرآن دب زمان گوتا قرآن خوند یا محمد جعلنا بينك وبين الذين دگرین نقبینا تا اوائی گو ایمان نائنین گو مشرکن بالآخیرتی گو باوریا واب آخرت نینا حجابا ام دگرین پردک مستورا پردک بشارتی و جعلنا علا قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و ام دگرین لسر قلب واناکی وکو پردک ان یفقهوه گو فی قرآنها فهم بکن و فی آذانهم وقرا و دغه واده جی کریتی هيا دنګ ناچوا نخوشی هيا. و اذا ذكرت ربك في القران وحده زمانه گو بحث رب خود قران بتنه دکی ذکر خدا تنه دکی ولو على ادبارهم نفورا او پاش ود چن شپشت خو باز دن نفورا و نفرت دکن. نحن اعلم بما يستمعون به خدا به ام بهتر دزانن بما يستمعون به او چته گو او د حسینن یعنی گو او تناسبون وحنك بكنا بپیغمبر قران یا از يستمعون اليك او به خدنا بال تبا و از هم نجوا و پای رجید گهن هفدو پسته پسته دکن یعنی نجوا وقتی هنک البای کی بین مرم خجوا وشیره و مرم هنک یک دو دو بتنه به هفر خبر بده جرته گوتن نجوا یعنی او تواتا گو چتیتی گوتن گو نل حسابه کیا مروی جه تر زیوید بیجی و از هم نجوا و او جی پستا پستا دکن بدزی خبر دن اذ یقول الظالمون و تد میزینی گو ظالم دی بیجن اوی گو پستا پستا دکن ان تتبعون الا رجولا مسحورا بیون نابن تابع الا ون دبنا هفار زلامه کی گو سحر لیهاتی کرن یعنی دین بو یحاشا عقل خو آویتیا. انظر كيف ضربوا لك الامثال ميزنا بشوا مثال اشترت لنن دبيجن دينا دبيجن شاعرة دبيجن سحر بازا فضلوا واوچون ضلالتي واري الشاشكريا فلا يستطيعون سبيلا او قوة وانين قو ريا راس ريا هدايتي ببينن جيش بونا بهش بونا ري الشاشكرنا ريا حق ريا راس نابينن حجابا مستورا يعني ذا سترن فردك قو وشارتيا قدي وشارتنا كقولهم سيل مفهم بيشواتي قوتن بارانك لهيك مثلا شدت لي زحف زو افحام قد فردا مثلا شوا زو دا كلام عربا دا قو سيل مفهم زو مقدر كرنا عيني في آيات زيجي يعني مستورا ذا سترن وقيل هو حجاب لا يرى يعني فهو مستور مفهوم ليش قلتنا ولا بردك لا يرى نايديتن فهو مستور ناخذ الشرطيه ويجوز درستا ان يراد انه حجاب من دونه حجاب او حجوب درستا قا مقصد به انه حجاب فردك من دونه لبا ويجي غير ويجي حجاب فردهيا او حجوب يا هنك فردنا البرهف دونا فهو مستور بغيره ناخو او بشارتنا بغير اخوا يعني غير وان وان بشتكيد بشيري خويا ناكن مرض بيقي يكتنيا
او حجاب يستر ان يبصر يا پردك يستر ان يبصر يعني فشارت يا گوري ديتن پردك اولو يا بچعبا ناي ديتن فكيف يبصر المحتجب به ويجوي چاوا يبصر وريديتن المحتجب به اواغو مثلا پردش ربو يا حجاب او نانو خمان ديا ويأو چاوا وريديتن وهذه حكاية أباها حكاية لما كانوا يقولونه جوي چشتي قد قوتن مشتكا وقالوا هالو قوتن قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه دقوتن قلبي ما في أكنة يعني آصية مما تدعونا إليه جوي چشتي قوت دعوة مبالي بدكي و إسلام قلبي ما جي آصي كريا وفي آذاننا وقر ودقوه مدجي نخوشيها يا دنگ نائما ومن بيننا وبينك حجاب دقود نقبينا ما نقبينا ما وتدا پرده يا سيدا عجبا كد حضور دلرم وقر قصا عقل من دخا وقراني هيا مرم بيزا عجبا دقا قراني نخوش يعني تدير قراني جيجبو قد چشيتا كي نخوشيها يا یعنی که هیوی گرانه نه نه از اولان دنگ تیه کرم گرانی یعنی دید فلان کسی یعنی گوی بیده گرانیه یعنی چه دنگ ناچکه آن معنی بویه نه معنی نخوشینه یعنی مثلا انسان جانا گوی وان گران ده به یعنی کر بنا گوی وی گران بیه یعنی کر بیه دنگ ناچکه اوانا یه جحقیه یعنی جحقی را گوی وان گران بیه یعنی دنگ حقیه ناچه وان او وقر معنا وی گران بونا که او دنگی که خدا و رسول خدا دخوزن ناچه وان او بیر اکنجسی او اکنه تا چه معنی دا اکنه؟ اکنه گو پردکریه یعنی قلبی وای آسیه آسیه نه؟ ها بیر او دبرده سیل المفعمه تا مفعمه چه معنی دا سیده؟ مگو آبا که گو دهرکی یعنی زیده آویتی يعني مفعم يعني آباك و قوسة تجاكرية آباك و هاتية أصلاً دبي آباك و هاتية تجاكرين إيه آب ناية تجاكرين آب تجاكرين آب چه تجاكرين؟ نوالي تجاكرين ها نوالي تجاكرين اندي جوه آباك و هاتية تجاكرين راد بجه إيجا كو انبيجن آباك و هاتية تجاكرين بمعنى بمعنى دبردا عيني وكا دبردا دبردا اسم مفعول بمعنى اسم فاعلية لو ما في مستور بمعنى زا سترين ها شو جارنا جارنا مثلا مصدر معنى اسم فاعلته مصدر معنى اسم مفعولته اسم مفعول بمعنى اسم فاعلته او قد بردا اسم مفعول بمعنى اسم فاعلاته مستور ابي كواتيه ستر كرن انجا دبردا نه معنى كواتيه ستر كرن معنى ابي كو ستر كريه من كلمه كذا يعني او خدا تعالى قوتي وإذا قرأت القرآن زمان قوت قرآن تخيني يا محمد جعلنا على زعمهم أم دقارين اللي سر زعم واقو نيتا واقو يا وقوتنا واقو يا أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه يعني قو أم بردكي أم دقارين سري جبو قوت لي وادشي زعم واجولو يا أن يفقهوه كراهة قو عاجز أن يفقهوه قو فهمك او کراهتن زانی چما مقدر کلی از اونا یعنی اشارت که اشارت که ان یفقهو مفعول مطلقه یعنی ها ای کاد مفعول مطلقه چرا زانی کراهتن ان یفقهو آها اعلمو دقیقی کانی ان یفقهو ها وجعلنا اکینتا کراهیت ان یفقهو ها یعنی امدگرینن پرده ام دیگرین پرده جی کراهیتا که ان یفقهو نکو ام پرده داتینن جبونا که فهم بکن جی کراهیتا که فهم بکن که فهم نکن یعنی ها او ان یفقهو کراهیتا و در مقادره ده که دیده افاده کرن که اب اکینتا مفعوله شوا مفعوله جعلنا یه او ان یفقهو جی مفعول لهو یه جا ملی دبنی درش دبجن ملی کرم جبنو أن قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة فيه معنى المنع من الفقه يعني قوم أسرى منعواتي كرنج فيم ترنيم يعني فكأنه قيل أهل وكهالو تيبوتن
ومنعناهم ما منع وان كليا اي يفقهوه قو فهمك نبي قراني قو ما منع منع كرنتي قو بل يقال وحدا يحيد وحدا وحده اقو فاي مثلا وحدا منع منع كرنتي لا 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 دقيقه يا ظلم لا او ايني او ايني او وحده ما لسال ايات اكو مني تديك ام دبن ايات دبن واذا دقيق ام دبن واذا ذكرت ربك في القران وحده او ايش يسال ودني اه او يسال ودني يعني دبردا دقيق يا ترى دبردا فكانه قيل سانكي سانكي اواتك وطني يعني معنى جعلناه ايجا معناك او داي ها معناك مجازي دايك معنى مجازي ده معنى جعلناك المعنى منعناها مني يعني أمين صانكي يعني ضمن خدا جعلنا معنى منعنا قلتي مني وجعلنا يعني ومنعنا مني فيه صانكي فيه معنى المنعي جعلنا ده معنى منعي هي منع جتش من الفقيه جفع عن كرني وكا جاء وشاوات يقولن فكأنه قيل وشاوات وجعلنا ومنعنا يعني ومنعناهم أو شو مفعول الشيء عصفي ومنعناهم ما منع وانكريا أن يفقهوا أن يفقهوا كما مفعول لهوا ما منع وانكريا كف عمك ها قالوا وحدا يحيد وحدا وحدة ها جهة يقوتن قو مثلا شو جعل لا ما منعناها لا 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 أظلم نقطة وإذا هي يوت نقطة بينه منه أن يفقهوه أو مثلا قديا معنى جعلناه أكنة المنطقة قديا أو نقتكل وذر هي إيجا ذكرى معنى أرد تشيدا بخينا ورا برا بخينا تي برا بخينا شتيو ووحده ها أو السلوية ها وإذا ذكرت ربك وحده أرسل وحده يا جري قالوا وحدا يحيد وحدا وحدتان أبناؤك نحو وعدا يعيد وعدا وعدتان بجذب ووحده فجأ وحشك وحده من باب رجع عوده على بدئه يعني ما نا باشياء بقرا سري بقرا دسبيكي ما نا بقرا وافعله جهدك بمس خزمتا خواب بك وطاقتك وتشتيت قوته وطاقتها تدي بشغله لأنه أبو وحده مصدر ساد المسد الحالي مصدر قائم ويا مقام حالي ده يعني فعلا وانشي عصفي اه يعني إفادتك هو فعلا ويذكر ربك وحده أو يعني وحده مصدره إجا مصدر طيقه لمشتقبه و كتية جي فعلة و فعلة و جي حس فيها او اشغل بجاء اصله و اول يحيد وحده يعني يحيد وحده اباقو مثلا ابجا وحده مصدر كتية شنا حاله يعني مصدر كتية شنا حاله يعني واحدا وحده ها يعني بمعنى واحدا وحده ها مني أبيا واحدا وحده يعني كتوي بتني ذكر بكي يعني بيري أول رقتو بذكر بكي ها يعني أوي بتني وحده بتني يعني تيكي بتني يعني دبرد أنا خلاصة زانك شدا خلاصة يعني وإذا ذكرت ربك وحده أب وحده عين زمان حالة فعلا ويتشي حسبك وحيدة وحدنا ومصدرة دوية درجة اسم مفعول جي مقدرة يعني وإذا ذكرت ربك توحيد واحدا وحده أولا تم مقدرتك واش قد تم مقدرك نوال بيجي أز غلام دبيكي ناب وحالنا مصدرة كتشون حالي مالي إيشكو مثلا أو مصدر ناب حال يعني جرح حال مشتقبه لو ماكو واحدا مقدرتك او واحدا شنو مقدر شنا حالي دا ها كتي شنو حالي دا لي راسك اي مثلا كتي شنو حالي دا جرب فعل وجه مقدبه فعل وجه يحيد وحده يعني يحيد واحدا وحده يعني.
Avsay ha. Öyle. وَالنُّفُورُ نُفُور مَزْدَرٌ بِمَعْنَ تَوْلِيَتِ اَوْ نُفُور مَزْدَرَ بِمَعْنَا قُوْ پِشْتَا خَدَائِدَ اَوْ جَمْعُ نَافِرٍ يَاجِ نُفُور جَمْعَا نَافِرِيَ كَقَاعِدٍ وَقُعُودٍ وَمَا جَمْعَا وَيْتِي قُوْ بَلِي وَكُوْ قَاعِدٍ وَقُعُودٍ چَوَ مَسَلَا قُعُود مثلا جماعة قاعدين هاتين مصدرة عين جي تفورجي جماعة نافرين هاتين يعني معنى ويكي أن يحبون أن تذكر معه آلياتهم أم مشرك حسكين وتبعيجي دقال خدا إلهي واجي تبعيجي يعني وقت وتبعي خدا يكيب تنيا أو مشرك حسكين دخوازين وتبعصى إلهي واجي بكي كما دخوازين لأنهم مشركون چونكو شريك اشخديرا چيتكن او جدخوازن بو او اله هوا بحثوا ولي كنن فإذا سمعوا بالتوحيد رجا وقته بو زمان السعد كن بو بحثا التوحيد يكبنا خدير تنه تكرن نفروا زاو بشتا خدنه ترفن بما يستمعون به او ما يكو السعد كن بي من الهزوي بيش تفسير اشارت كر و ابيه راجع بال هزوي بيان و تناصي و بيكا و تناصي خبتتكن و بالقرآن و بالقرآن يتكن سيدا راجع بال ما يبان ما عبارة هزوي ها من بما يستمعون به بوي ماي او ما جي عبارة هزو هزو تنازى بوي بالقرآن يا يعني أواب حنك وتنازع فتكن بتيا محمد وبالقرآن القرآن يتكن ومن اللغوي واشتغالية زيدا اشتغالية نلايق دبهجن كان يقوم عن يمينه دبهبو درابو كيلكا في خنبري ما إذا قرأ زمانك القرآن دخان رجلان من عبد الدار في الزلامة قبيلة عبد الدارية مثل لآل في خنبري ما راست إدمان وقت القرآن دخان درابونا سرخوا ورجلان منهم عن يساره ودز لام جواج الآل چپ درونشتن فيصفقون ويصفرون درابون لچپ قاددان في كاندن ويخلطون عليه بالأشعار وتبلي بين القرآن خندنا قرآن اذكرن وفي خنبري ما سر قوتنا ويتبلي قوتنا يذكرن بالأشعار واجي الشعر دو قوتنا وبه في موضع الحالي يعني صعيفة صعيفة سيصد وحشتية وتقاري الميكروفون أخشي بقري شبوي دينا صعيفة سيصد وحشتية واكياتية صعيفة سيصد وحشتية وميكروفون أخشي راكو بقري يعني مما يستمعون به حالو كوني وان وطنازي خو حنكي خو بتكن كما تقول هل وكي تدبيجي يستمعون دحسين بالهزوي أي هازئين يعني حالو كوني وان قو تنازي خودك وإذ يستمعون نصب بآلمو أف إذ جي منصوب بآلمو يعني أعلمو إذ يستمعون أي أعلمو وقت استماعهم بما به يستمعون أعلمو خداد بأزبي تردزانم وقت استماعهم وقت قد حسين بما باستهزاء به يستمعون قو مثلا حسين تنازي خو حنكي خو أودكن خديت بأز بيترد زانم بوي حسان دنا وانا ودنا بفضة تنازو حنكي خودكن وإذ هم نجوى حالو كوني واجي نجوى و بستا بستدكن يعني وبما يتناجون به هوان تشوي استهزاء و بهفرة تزيد بيجن إذ هم زو نجوى يعني في تفسير إشارة كير قو أم نجوى لسر مضافك جو حسفي قو زويا إذ يقولوا أبدر من إذهم إذ يقولوا بدلش بيش إذهم فيها إذهم حالو كوني وا قو يقول مسحورا قوتي چند قوتن فيجا مسحورا دقو أفسح ربازا سحر لها تيكرن يعني سحرا فجنة سحر لها تيكرن دين بويا حاشا هشيويچويا وقيلة هو من السحر دوگو افتشتی گود بیجش سحریا چکو سحر لیهات یکرن و هو الرئه و اوجی بشره سیدا یعنی بشر مثلك سیدا او وقیل من السحری او السحر ده برده نش سحریا او السحره ایجا آیلی معنی دکن من چی و هی الرئه
ku awji akhji gere ija alaqa wi bid watchiye yani huwa bashar mislu awji bashar ki yatanaffas daka ija akhji gere wa qawa tanaffas daka yaki wa qawa yani ha ija daba ku sahari ba yani ha min as-sahri ha min as-sahri as-sahri ji wa ri'atu ri'at akhji gere ija cha alaqa akhji gere bekati ha malik kerem اي هو بشر مثلكم يعني محمد عليه السلام جي بشركي انسانكي وكويا ضربوا مثال ثاني لك الامثال ضربوا مثلا ثاني يعني ممثلك بالشاعر تمثيلا تذكن قحش الشاعر والساحر قو سحر بازا والمجنون حاشد قو دينا فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلو في التيه طريقا يسلكه فلا يقدر عليه فضلوا او چون ضلالته في جميع ذلك تمام باغوتن خدا ضلالا شاشبونك من يطلب في التيه او يقود غري دل چوليدا دحالته گو هشيوي چويا طريقا لريد غري يسلكه گو بكبي ريدا اما فلا يقدر عليه قدرتا وینین السروی نکاری چونکو هشی ویتونه شاش بویا او جه عینی ولو ری شاش کرنا کتنا دلالتی دا فهو متحیر فی امره ناخو او حیرینا دا امر پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا یدری ما یسنعو او نزانن بیوی چکن وی چی بیجن چونکو چید بیجن شو ناخو ناگری یعنی دگوتن حاشا ساحرا چه ندبو دگو شاعره چه ند بو دگو دینا چه ند بو دکرن ند کرن وانش تغالیه و هفدو ند کرن ایدا فضلو چون شاش بو بون و کتبون دلالته ری شاش کر بون سیده او فی امریهی تو به ده امری خدا چه تر نابه چونکی نه وها یعنی فضلو چون دلالته فی جمعی ذالک دلاله من وکا دلالته یعنی مثل دلالتی من کو یطلبو فی تیهی کو طلب دکه د چوله دا کو طریقا ریکی کو یسلکوه کو لیب مشه فلا یقدر علیه اتنو جنه سبیره فهو متحیر فی امری او د امری خدا د امری خدا شاشخنه چونکه اویان نکو دبی تو دبی ون یعنی ون وکا وی کسی نه آن وی کسی که اول چوله د امری خدا حیری مایه و نزانه چبکه شاشخن مایا ری شاشگیری آنج و کوی بونا آنگلی سی اپ و کویه نکود بی ملی اصاب فهمت کم آنگ نظام که سیده ایدیچ فهو متحیر فی امره متحید امری ویده سیده ای برا ساله شما دنگی خوناکی جن تا بیشم چه شو متحیر دامن خو یعنی طلب اوی غیدا شو کرای ببینه او نابینه او نابینه شاش میاد ویش خود شاش میاد ای چا ببینه ای چا را خوب ببینه عین بس تمام کرم کرم که انداز دادم و اذا كنا عظاما ورفاتا و مشرکات گوتن وقتی گوام هبن ام ببن حصتی ورفاتا ام برزن أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قالوا أمي جارك دي جنوبا ورنشيان دن بلقيا حشريبا بلقيا متيبا قل ببجا يا محمد دي جواب وادا كونوا حجارة أو حديدا ابن كبير ياد مرجوني ورنشيان دن أو خلقا مما يكبر في صدوركم أهلك مخلوق مما جوائكو يكبروا قو مظنن في صدوركم تسنقاوة قو أرض آسيمان ويامرنن ونولوجي خدايا تعالى ديسا وبشيني وساغ بكي فسيقولون دقوتن من يعيدنا بشي قو أمبرن كي جارك ديما ساغ بكي وللذي ببجي يا محمد بأو خداي فاتركم أول مرة إيقو خلقيتا وكري روجا بيشي بوجارك دي تر ديسا ساغ بكي فسينغدون إليك رؤوسهم وانا دهجان ببالتبا يا محمد سريخوا سريخوش ترد هجان دن ويقولون دقوتن متى هو كا كنكي ويخوتي ما بشيني بالقيامتي با قل ببي ججوارا عسى محقق أن يكون قريبا نهزاقو
ne gu nezbi muhakkak ay yakuna qariban gu nezbi u ne wana shiyandan bi bal qiyamati ba lamma qalu a iza kunna izaman be zamani gu va mushrika gu vaqti gu am hasti gu na hasti goshte matav sar machu rahim madarkat u qila lahum kunu hijaratan aw hadida اشترف خدا و هاتك و تنجوارا قو ببن الكفرجي و ببن الدمرجي و نورنا شياندن فرد قوله خده رد قو تناواكر كونو قو ببن على قولهم سر قو تناوان كنا قو تناوانا كد قو ما ايدا كنا خدا تعالى جواب كونو جواب آوان يعني انا وقيت قو بحجار سيدان یعنی بانا دوگو قی ام ببن عستی که رزیجی ام ایجار کادن ساخ ببن ایجا خدا جواب آوان به بی شکلی دا گو ام نپو ام ببن عستی رزیجی ونی ساخ ببن و ام ببن کبر و ام ببن دمر جی ونی دیسا ساخ ببن جوابا بی گوتنا وان دها به جوابا که اوسا دها حشتر و اوکتر جوابا هم اذا كنا عظاما ورفاتا وجوابا انا كي قو خدي داني قو تيقول كونو حجارة او حديدا كأنه قيل كونو حجارة او حديدا ولا تكونو عظاما خد الجواب وهر وكيهاتا قو تنجوارا قو ببنا كفر وببنا دمر ولا تكونو عظاما نبنا حصية الرزيجي خد ديسا فإنه يقدر على أحيائكم خدا قدرتا وی کجی وی های سر ساغبونا و گوه ساغبکی یعنی دیمه که ون نحست یه رزی جی بن ون تشت ندی جی بن ون دمر و کفر جی بن خدایت بی قوتا مهای گوز و ساغبکم و المعنى انکم تستبعیدون ان یجدد الله خلقکم معنى وی انکم یا مشرکنو تستبعیدون ونش خود دور دبینن أن يجدد الله خلقكم وخذ جارك دي ونوب خلقيني ويرده إلى حال الحياة وخذ وفقرني بالحال ساغبوني با وإلى رطوبة الحي بل رطوبة ساغبوني با وغضاته وبل ذوق حياة ساغبوني با بعدما كنتم عظاما يابسة فشتي قوون حصتي رزيبون حصتي حشكبون الله تعالى جارك دي وبين بال حياتي با وبال رتوبة حياتي با ما أن العظام بعض أجزاء الحي ذي قلقو حصتي بارشك جا أجزاء إنسان ساغة بارشك جا أعزاء ويا بل هي عمود خلقه بل كي يعني قولوني خلقية إنسانا الذي يبنى عليه أو أقول لسر حصتيا قوشتي دارين وأتي أباكري إسكاليبي أو حصتينا يبنى عليه سائره أب أعزائي ويديجي لسر في حصتيا هاناتينا أباكرين فليس ببدع نخو النج بدعي زيد بنيا أن يرده الله بقدرته و خدا جار کدی وگره نیوی حسیه ها بقدرت آخوا الى حالتی هل اولا بال حالی وی پیشی با اونا نشتکی بدعایا نشتکی زیده بونیا بلکی خدا کاری جار کدی بین حالی بره ولكن لو کنتم ابعد شی من الحیاتی ولكن لو کنتم اگر گوون هبن ابعد شی انتشتی دور من الحیاتی جساقونی ورطوبة الحي ورطوبتها ساغبوني ومن جنس ما ركب منه البشر وجنس تشتيقو انسان جهاتية تركيب كرن وشيكرن وحستي جوية وهو ان تكون حجارة يابسة او حديدا مع ان اطباعها الجساوة والصلابة سيدان يعني حستي جأجزاي انسانا انسان جهاتية تركيب كرن اف خدي كاري بيبكي وهو أن تكون حجارة يابسة ياجي ديسا خدي كاري جارة كديس ساغ بكي وحياتي بدي نجزي دبوني أن تكون حجارة يابسة وهن كفرنا حشكبا أو حديدا يا هن دمربا ما أن طباعها الجساوة وأخلاق طبيعته دمره كفر حشكبونا والصلابة جسو حشكبونا لكان قادرا
وَدَا قَهَيَا قَادِرَا عَلَى أَنْ يَرُدَّكُمْ اِلَى حَالِ الْحَيَاتِ وَوَغَرِنِي بَالْ حَالِ حَيَاتِ بَا شخص ذاتاً حصدی بری حقویا و جا اوکی انسان آیا و جا گوون کفر بن و ان حشک بن و ان جسر بن خودی جا رکتی گاری و وغرنی بال ساغونی با و حیاتی بخیودا سیدا فلیس بی بی دعین ان یرده تا چهو معنی که بیداری من نش سید بوئی نش بدعی ها بدعا نم معنی زید بونا چنکی بنه ما کنتو بدعا من الرسولی بدعاء يعني تشتكي هي نو انا مثلا ديت بي دبي بدعاء ابي تشتكي بدعاء الدين ده يعني تشتكي نو دين بيد البيه اجا تشتكي نو نينه هي نو نينه كي يعني اب تشتكي نو بك وغريب جواره ولا تشتكي نو نينه اب ايش فن بدعاء ما بين لبي بدعاء يعني لا غريبه غريبه مثلا يعني نو ايه تمام يا اشتي نو ازونج ده غريبا يعني اشتكي غريب لين ايش خدا را اشتكي نو نينه خدا بري جار كده شو وساق كده ابي صابونا ده ديان يا صابونا اول نبر زعمت ترش خدا را بل كريم سيدا اف جساوت شو معنى كر جساوت جسم جسم نو نو نت جسم جساوت معنى صلابات عطو التفسير معنى سرتلقه معنى جسمون ديات ايدا مثلا بس جسه يعني شكل وهشكبون نو نو جساوت معنى يعني سرتليك قتلق بق صلابات هر دو عبت التفسير سيدا ولا دياتر كده هر دو معنى وان ايلي اذكر بدا غدادت غدادت هي شيزا وإلى رطوبة الحي وغدادت هي وغدادت هي يعني ذوق حياتي تازلك تازلك معنى تازلك أري تازلك مل كرمك كرمك إلى حد أو خلقا مما يكبر في صدوركم ياجي جو خدايا تعالى هنك مخلوقي مما جوا مخلوقي يكبر في صدوركم جو دسينجا ودا مظنن يعني أو خلقا هنك مخلوقي دي مما يكبر عندكم ومظن الجموع عن قبل حياتي سيدا او خلقان ظني سيدا يا عبد الكريم او خلقان عطفة بسر قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا كونوا ومببن حجارة او حديدا او خلقا او صلى عليك او خلقا يا مخلوقنا مما جوا مخلوقي ويكبر في صدوركم قد سينغا ودا امازن ايه مثلا يتقاوي بيجي يعني او خلقا يا مخلوقنا مما يكبر في عندكم ومازن الباوا عن قبول الحياة يعني قو حياة مسبك بي ورحبك بي ودا يعني ومصنع. يعني قبول حياتي يعني بنا حياتي قبول ناقص خواه يعني تشتري خوب كنا حياتي قبول قامزن بسرية وناكبي يعني هن قبول ناكن قو روح بكبي وانا أزولا يعني تشتري كو قبول حياتي لخو ناكن فريوسا مازنن انتي ناب حياتي كبوان مثلا حياتي كي تيا سيزعتكم على الخالق أحياؤه نو سيدا ويدري وقم العمل الكريمة وصان يعني او حياتي قبول خناكن وجم و يعني مشرك او قبول ناكن ازغلا مشرك قبول لكن جو يعني او انسان او اشت واسيمان وعاد رح كبي ودا اري نانا ددلي ودا ددلي ودا وان انسان حياتي كبوان تشتكي برمزنا يعني حياتي ناك بوانا اد غوزي ببنت شبوسا بلي ويعظم في زعمكم وقمزنا دزعما واندا على الخالق إحياؤه وخدا تعالى تشاوى وصابك الباوى زحمزنا فإنه خدا يحييه ويجتي صابك وحياتي بخيدا وقيل ما يكبر في صدورهم الموت قمرنا يعني خدا كارير رحيب خمر نجي وقيل السماوات والأرض قيل قوتنا ولا آسمان وأرض يعني خدا كارير واجز صابك الرحب خيوانا فسينغدون اي فسيحركونها هناك دبنو تينن نحوك بآلتة يا محمد سريخ تعجبا واستحسانا بس
تعجهن دي عجب منن وتنازي خدكن ولا سالتاد ميزين وسريع خد هجينن. Evet. أنا جبوك ون خلقا مما يكبر وعن قبول الحياة جهبت قتينا لما قارش خلق شيء دبا مثلا خلقا مما يكبر ودا يكبر وشتجي عن قبول حياتي خلقا يعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه يعظم إحياؤه أنا ببن خلقك يا واد خوازي ببن كبر يا ببن خلقك يا واد قبول حياتي جلو خناك ديسا خداي وساغ بك جا تشكدني جهاز بجم سيدا أولوية جعلنا آياتا أول يعني أقول جعلنا معنى منعنا أصلا جعلنا لم معنى منعنا جبوك جعلنا في تقول أكينة يعني جعلنا في قلوبكم على قلوبنا كنة إيجاد جبوك جعلنا أو دوي دريدة تم إيجاد بي خوضات بي ون أو دوران ميش دبين بينا كنت قوة دا أفايو بينا دا قلبي ودا أفايو إيجاد بي أزي بقارينم تيدا إيجاد وقتا كو أن يفقى هو هوجي ارتباطه بجعلنا إيفا يعني ناكو جعلنا بمعنى منعنا جعلنا ديسا معنى أخويا أصلية يعني معنى خلقنا في صدوركم فلان إيجاد بي دريدة تضمينا وقتا كل كلام عربي هواي وقتا كنت مذاكر فعلك ارتباطه متعلقك بفد شيء نابه راد من تضمينت كنت هذا يعني معناه كدني يكلميش اكسترا دان معناه كجي للسر معنوي اصلي اكلميش كنا جيبوا ارتباطه وي مرتبطه متعلقه بفد شيء ان يفقهوه وجعلنا جبوك بامر ارتباط بكن جعلنا ما بك عمل بك دا ان يفقهوه اذا اذا يتشبكن الوين منع يتلميش معنى جعلنا يبك لا تجعلنا معنى منعنا يبك وقت جعلنا معنى منعنا يبك إجا في صدورك أكي نتالا معنى يشير هذا يعني أك معنى كي يتلميش ها إجا أوتشا ديسا أن يفقهونا مفعول له جرام ما مفعول له نصا أنا إجا دبا مفعول يالز بمعنى أخويا أصلي نجعلنا نتاغي تدعى ملك ليا بمعنى منعنا يعني هم معنى معنى منعجي لسر معنى جعلي أكلميش كنا يبوك جبوك معنى جعلناي وي في صدوركم أكينة كنت بجايا أجبوك معنى جعلناي ويغونا جويرا أو تمام إجا كسرا هات أن يفقهوه إجا معنى كجلي أكلميش كنا جبوك ارتباطا أن يفقهوه جي بيبا بك بيبا تشيك يعني ماني جزاكم الله خير دحب هفالي مي نو هاتنا وبخوزن وكارو واناز بكنا سيدا خيرات يقول لهم شخاف دونابي أبناء أبناء أصبك خيرات سلام عليكم.